السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إخوتي، اليوم أقدم لكم فائدة مهمة جدا، يعني أصبحت محتمة علينا في عصرنا هذا مع كثرة استخدام الهواتف وجهاز الكمبيوتر بكثرة، وخاصة إشارات الواي فاي. يعني يكتسب أو يمتلئ الجسم بالشحنات الكهربائية الزائدة، خاصة الدماغ، ويؤثر علينا، يعني سواء يعني نصبح نعاني من مشاكل نفسية جراء زيادة كهرباء الدماغ. لذلك أنا أنصحكم باستعمال السواك، عود السواك، يعني للنساء وللرجال عود السواك الطبيعي، يعني بدون نكهة. اشتروا هذا النوع بدون نكهة واستعملوه يوميا، يعني ستشاهدون الفرق. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا باستعمال السواك، يعني مفيد جدا للتخلص من الصدمات أو الكهرباء الزائدة في الدماغ وجميع الجسم. أيضا استعملوه، يعني قوموا بتدليك الرأس بالسواك، دلكوا الرأس هكذا بالسواك جميع المناطق. يعني استخدموه دائما، لا تنسوه أبدا في مكان معجول الأسنان، يعني معجول الأسنان يعني يحذرون منه لما فيه من مواد كيميائية تضر ببكتيريا الفم واللسان، كما أنه يعني يسبب أضرار على المدى البعيد. إن شاء الله أكون قد أفدتكم ولو قليلا. لا تنسوا وضع علامة لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا. بارك الله فيكم.